كان عندنا هذاك السبق ديال اننا قلنا لكم ان راه كاينه واحد السياره ديال اللجنه التفتيشيه ديال لافيفا مرفوقه بعد الاعضاء ديال لافيدراسيون الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش يديروا لا كونفيرماسيون فينال بان مدينه اكادير صافي غادي تكون بين المدن المحتضنه لكاس العالم 2030 والتي ستقام ان شاء الله وبحول الله بالمغرب. ولهذا السبب انا ما عقلتش شكون اللي كان قالها ليا هذه القضيه ديال الفيفا. ما عقلتش انا شكون اللي كان قال ليا بان راه سميتو, ولكن من بعد فاش قالها ليا واحد السيد شحال من واحد عاود دار ليا لا كونفيرماسيون. والبارح كندور في اليوتيوب تتلقى واحد الصحيفة إلكترونية صحيفة إلكترونية معروفة اللي هي أشكين تاهي أكدت الخبر وكاتبة في العنوان زيارة الفيفا تستنفر ويمشي حاجة السلطات المحلية في أكادير وهضروا على حتى تغازوت موريري يمكن جو بونس تمارا الفيفا ضروري غادي نشوف تبنو مناطق, خصوصا ان الفيفا كتطلب منهم باش المقر ديال الاقامه ديال اعضاء الفيفا يكون تما في تغازوت. وتغازوت كما كتعرفوا دابا راه ولات محطه سياحيه, الى ما نقدروا نقولوا محطه سياحيه عالميه خاصة بالأثرياء, خصوصا دوك الفنادق ديال 5 نجوم هادوك ما يقدروا عليها غير الناس اللي عندهم القرطاس, ماشي أي واحد يقدر يكون تما. وحتى بالنسبة لدوك الإقامات حتى هما راه غاليين, ماشي حتى ديال الطبقة المتوسطة, ماشي ديال الطبقة المتوسطة صراحة. والله يسخر, المهم كل واحد حسب البوفوار داشا ديالو, حسب القدرة الشرائية ديالو. المواطن البسيط اللي راه كيتكمش وكيدوز العطله في دارو, كل ما زدتي وكل ما انت كتطلع في السلم الاجتماعي كل ما كيكون عندك لي بوسيبيليتي انك تدوزها في الدين. الساعة تشير إلى 8:23 كنتوش إن شاء الله العمل. تحية لأي واحد في هذا الصباح هذا بالنسبة لواحد السيد راه أخبرنا بأن القنطرة تم فتحها في وجه حركة السير والجولان. فعلا خبر صحيح, خبر صحيح إن شاء الله. إذا كنت خارج راه غادي نمس خوت الوالدين, الله يعطي لهم الجسر, الله يعطيك العذاب الشديد. هذا بحال دابا هادي دابا هاديك الخبر صحيح ان شاء الله. الى خرجت راه قريبه لي واحد شويه غادي نمشي نجيب تما واحد الدوره. شوف الناس اللي خدامين, شوف شوف كيضربوا تما مع 28 دقيقه غيكونوا بداو مع 8, ماشي بحال دوك باردين اللي كتاب دوك الصابه. حضري الطوموبيل ديك السيره, واه عند امك ما تحضري لي الطوموبيل ديالها سميتو. خص المغاربه يترجعوا ليا وما تخلصوش اصاحبي لي باركينغ, واخا يكون واش مخي كما بغا يكون. الله اخويا ما نخلصو بالرب, واخا يكون دوز ماشي غير الحبس, شي حاجه اكثر من الحبس. انا هانيت غادي نتحبس معاه. نرجعوا للموضوع ديالنا, قلت لك هذيك القنطره ديال واد سوسرا تم فتحوها في وجه حركه السير والجوالات. كنشكر داك السيد اللي خبرني في التعليق, انا راه كنستافدو من المتتبعين الاوفياء والمهتمين بالشان المحلي. نمشي ان شاء الله, نخرج انا ان شاء الله عاد 12 خدام تما 12 نمشيو نشوفو القنطرة
مسألة هذيك البدال داك لي شونجور مازال مسألة هذاك تعطلو فيه هذاك جوج شركات لي خدامين تما الماسي والستيب هادشي لي في خباري دي نورمالمون بحال هادشي القناطير وداكشي سيفي كسو ليهم واحد لا ضغط يقولو ليهم 6 شهور كملتو تقدروا تكملوا في 6 شهور ولكن ما تقدروش تكملوا صافي غير بلا ما تشد هذا المارشي هذا ديريكت كما كتلاحظوا راه القضيه شويه خاويه مع اليوم السبت ما كاينش موظفين كاين شويه ديال السفر سحب متفرقة هي راه ديما كيديرو هنا هذا سميتو هذا اش كيقولوا لي حداو راسكم بعدا من هذا حداو راسكم من هذا سميتو هاد البراج كتصيدو فيه شحال من واحد كيتصيد فيه حداو راسكم من هاد البراج هذا انتم راه كتشوفوا كلشي ديك اليوم سحب متفرقة يا رب كنت كنطلب الله سبحانه وتعالى يكون الشتاء ويكون الفيضان ديال المياه باش تعبر يعمرو السوديو وما يكونش عندنا باقي مشكل المياه نهائيا ومزيان القضية الله وقال لك راه كاين الانتشار الأمني قال لك كاين الانتشار الأمني بزاف المراضيق باش غادي يدوز هادوك الفيفا راه دابا هدا 2030 راه حل عينيك سدا راه 2030 ما بقى ليها والو شحال دابا 2024 صافي سالات لو موا نافع هو مشى لو موا 10 11 باقي 3 موا 25 26 27 28 29 30 صافي باقي 6 سنين 6 سنين راه دغيا كدوز شكون اللي غيستافدو من هذا كوب دي موند دابا ولادنا بعدا ولادنا ما غيتلاقاو فين ما يكبروا واحد شويه غيشوفوا بعدا لا كوب دي موند في بلادهم وحنا راه ما عمرنا شفنا شي كوب دي موند في التاريخ ديالنا كاع زعما دخل التيران هما الاخرين لان راه عليكم دي موند راه 82 العقل على الفينال ديالها تفرجت فيه باقي صغير ديك الساعه وسمعاتهم الطاليان بدا تلوان باولو روسي الله يرحمه سميتو دينوزوف هو اللي كان لقو واحد كان ماركا كيحرك يديه حيلا بغيت تسطا مشات ليا سميتو كلاوديو جينتيلي داك اللي هلك مارادونا حتى هو مسكين الله يرحمو حتى هو عندك تبقاو تقولوا لي لا يجوز الترحم على غير المسلم انا ما عرفت انا كيداير بحال بحال كلشي راه عندي بحال بحال هادي فين الا دازو من هذا من هذا الروبان هذا فين دك 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 اه لا ما غيدوزوش منو غيدوزو من طريق المدارس سي اه هما كون كانوا غيدوزو من هاد لافوا اكسبريس وراه كاع هاد البلايص هادو دابا اللي فيهم هاد دك 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 فيهم هاد الشق هاد الشق ولا شي قابلة ما نسمي كرة دوزو عليهم شي كوش ديال يغطيو انسبكشن كوميتي قلب نشوف هذاك انسبكشن كوميتي شكون كاين فيه شكون هو الاعضاء ديالو غادي يكون داكشي في لانتيري تاع يكون راه هو الفيفا هما راه غير نصاب اللي كاين فيهم راه جاوت واحد اسمه واحد اسمه اخر بريزيدون كان اخر بريزيدون كان مزيان
اخر بريزيدون كان مزيان هو واحد انجليزي كان من جو افلونج. هذا كان زوين شاتيا كاع سميتو. اما داك جو افلونج شفار، هذاك بلاتير شفار نتاع هذا شفار الطلياني هذا اللي كاين جاني انفانتين كلهم بالصابه، عطاهم غير البينكا شتي يعطيه البينكا يصوت عليه. هادوك اللي كانوا قبل متجو لونج هادوك كانوا كيخدموا الكره هادوك ديك الساعات ما كانت 13 فار د الاول، ما كانتش كاع الفيفا كانت ديال الايجار. راه شكون اللي جاب الايجار للفيفا؟ راه جابها ليها تجو لونج. واول ايجار داروا مع كوكا ومع اديداس. كان هو الرئيس ديك الساعة فاش دات هاديك في 66 فاش ضربوا ضربة 4 لجوج.